السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات الصيد والطيور على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز مع مصيدة الميزان. زي ما انتوا شايفين الطائر اللي جه دلوقتي هي ماما زغلولاية، زغلولة لسه يا دوبك مطيرة الشعر الأصفر ومطلعة ريش جديد كده إن شاء الله. يعني هوريها لكم دلوقتي لما المصيدة تمسك. طبعا أنا بعرفها من بعيد كده ومن شكلها بحكم خبرتي في الصيد، يعني صيد الطيور بالذات. لما امسكها دلوقتي هوريها لكم ان شاء الله، هتلاقوا فيها شعر اصفر لسه ما طيرش غير الريش اللي هو البني بتاعها اللي هو شعر الزغاليل عمر الاربع اسابيع الاولانيين. هي جايه لوحدها، المفروض يكون معاها واحده تانية، يكونوا ذكر وانثى مع بعض، ولكن مش عارف فين زميلتي. جاية كده عمالة تاخد لفة حوالين المصيدة زي ما انتوا شايفين، عايزة تدخل لليمام اللي جوه بس مش عارفة تدخل منين. طبعا هي بتبقى جاية جعانة عايزة تاكل، نزلت تحت اهي من الدارية، هي عايزة تدخل تاكل وعايزة تدخل لليمام. هي جاية على اليمام نفسه زي ما قلتلكوا قبل كده، اليمام بيلم بعضه بيجي على بعضه بمجرد ان انا احطه في الصندوق اللي تحت ده. اي يمامة غريبة تيجي تشوفه من بعيد تيجي عليه، وبالذات لو في ذكر في المنطقة موجود، ذكر يمام يعني، بيبقى الذكر زي ما قلتلكوا قبل كده بيبقى مسيطر ومهيمن على منطقته زي الحمام ونفس سلالة الحمام ونفس السلوك. ما بيبقاش حابب ان في حد يقف في المنطقة بتاعته. فالذكر اليمام اللي جاي جديد ده هوت لسه زغلول صغير، بس هو شكله بلغ جديد، فشايف ان اليمام التاني زي العصفر بالنسبة له، يعني من القوة اللي بتبقى فيه بقى في اثناء فترة البلوغ بتاعته دي. فطبعا جاي هوت كده بدأ يحط رجليه على أول خطوة في رحلة المليون. رحلة المليون بتبدأ بخطوة واحدة، ديت أول خطوة في رحلة المليون، إن هو يقف على البوصة اللي هي بتاعة المصيدة دي. طبعا هيروح يمات المصيدة دلوقتي، هيشوف الأكل، فهيدخل هيلاقي حباية أو اتنين في الأول كده كفخ ممكن ياكله، عمال ينقل من هنا لهنا. هو عاوز مدخل لليمام اللي تحت، مش لاقي مدخل زي ما انتوا شايفين. دخلت في العين اللي يميت هناك اهي، كانت الحبيتين اللي هم في الاول المفروض انها بتدخل تعدي الناحية التانية. علشان تاكل بقية الحب اللي جوه، ده الطبيعي يعني. فمجرد ما بتدوس على البوصة اللي بالعرض هي عايزة تدخل من تحت زي ما انتوا شايفين، لكن انا طبعا سايب لها مسافة المفروض انها ما تدخلش من تحت، ولكن دخلت من تحت لانها لسه زغلولاية صغيرة. وقفت على البوصة وهي طالعة، وزي ما شفتوا المصيدة قفلت عليها. طبعا هي عدت من تحت لان حجمها صغير زي ما قلتلكوا، لانها يمامية زغلولاية، وهنقرب منها دلوقتي وهوريها لكم وهي راجعه. طبعا لو رجعت سنه ورا هتشوفوها وهي راجعه، ما رجعتش من تحت زي ما دخلت، هي رجعت من فوق على البوصه من فوق. فطبعا دست على البوصه قفلت ايه المصيده، وكان ممكن تطلع لان وشها يميت الباب، يميت الفتحه، في يمام كتير طلع بالطريقه دي، بيخطف نفسه كده ويضرب بالانس من تحت الباب ويطلع. طبعا احنا بنستنى دقيقة او اتنين كده او اقل يعني. طبعا الباب بتاعها موارب لو تاخدوا بالكم، الباب موارب، فاحنا بنستنى ثواني لربما يكون جاي معاه يمام تاني، ولكن على ما اعتقد ان مفيش يمام تاني جاي معاه.
فهنحاول نلحقها لأن الباب موارب، لأن الشتاء نازل على المصيدة ومخلي الخشب زايد. خليكم معايا. طبعا أنا جريت، شايفين الباب يا حبايبي؟ أنا جريت لأن الباب إيه مهوي، فطبعا هنزنقه ونقفل بالمسمار زي ما انتوا شايفين. شايفين الشعر الاصفر في الطاير زي ما قلت لكم بالظبط، الطاير لسه زغلول صغير. حميد دي اجيبه لكم. الطائر لسه يا دوبك زغلول كده صغير، لسه يا دوبك ايه طالع من العش. اكيد ليه زميلة، كنت عايز اوريكم الشعر الاصفر اللي فيه. يعني لو تلاحظوا الصدر بتاعه ريش لسه اصفر، بس هو الشعر ما يعني لو دققت شوية في الجناح هتلاقوا فيه شعر اصفر من شعر الايه، شعر الزغليل، عمر الزغليل اللي هو الاربع اسابيع الاولانيين، ده بيكون في الحمام وفي اليمام عموما. حطه طبعا مع اخواته. لو دققت شوية بصوا في الجناح، انا شايفه بس مش عارف الكاميرا مبيناه ولا ايه. شايفين الشعر عبارة عن شعر مش ريش، شعر اصفر، ده بتاع عمر الزغليل زي ما قلت لكم بالظبط. لسه يا دوبك مطاير الشعر الاصفر وطالع له الريش اللي هو بتاع الزغاليل بتاع سن البلوغ. هي دلوقتي فقد 2 4 6 8 9 10 11 12، فيها حوالي 12 واحدة. بالنسبة للزوار الجدد، الطائر بيدخل زي ما شفتوا من الناحية التانية، بيدوس على البوصة دي، تحتها فاضي من هنا وتحتها فاضي من هنا، يعني برفعها حوالي 4 سنتي 3 سنتي 5 سنتي بالكتير قوي، بحيث الطائر ما يدخلش من تحت. ولكن زي ما شفتوا الطائر ده دخل من تحت البوصة لانه ايه حجمه صغير، بمجرد ما يدخل ويدوس كده. طبعا الباب ده نازل حبك، تمام. التاني ده زايد شوية، هبدة الباب احيانا بتقفل البيبان التانية واحيانا ما بتقفلش. يعني قفلت الباب اللي في الناحية التانية اهو، الصبان بيكون كالتالي. الكلام ده لاخواننا الزوار الجدد، بنخليها على همسة بسيطة كده، والبوصة اللي واقفة عمودية دي تكون قصاد الفتحة التانية، عشان اما الباب يقفل بتطلع البوصة كده وما تتقرش في لين، ما تتقرش في الخشب اللي هناك، فما ما يتنش الباب موارب زي ما كان موارب دلوقتي. ولكن هو كان موارب دلوقتي لان الخشب زايد، لان احنا في الشتاء، والشتاء بينزل المايه بتنزل على المصيده، والمصيده معموله من الخشب، والخشب بيزيد في الشتاء. نفس الموضوع طريقه النصبان اهي، تمام. شايفين البصه تحتها فاضي من هنا ومن الناحيه الثانيه، من الناحيه الثانيه، بحيث الطائر يدوس تفوت البصه اللي نازله عموديه من فوق ديت، يقفل الباب اوتوماتيك. دي مصيدة بأربع عيون، في منها بجزء عيون بس، يعني عين هنا
وعين في الناحية التانية قصادها، وممكن تتعمل بعين واحدة. انا عاملها قبل كده بعين واحدة ولكن هي للأسف مش موجودة هنا، هديتها يعني عملتها لأختي، حطها عندها على السطح وشغالة ومية مية. تمام، نجيب حباية بس هنا دي اسمها مصيدة الميزان يا جماعة، اللي عاوز يعرف معلومات اكتر يبحث عليها على جوجل على السيرش او على اليوتيوب، وان شاء الله هتلاقوا مقاطع كتيرة وهي بتصطاد وشرح ليها ازاي تعملها وازاي تشغلها. وطبعا دي مصايد تانية كتيرة زي مصايد السيدة عائشة وغيرها، هتلاقوا في معلومات ان شاء الله حلوة هتعجبكم. واستودعكم الله.